مزرعة جود. دعا جود صديقه محموداً لزيارة مزرعة والده هارون يوم الجمعة القادم. وعندما جاء يوم الجمعة اشترى محمود حزمة زهور أهداها لجود. شكره جود وقال له: هيا يا محمود، تعال معي لأعرفك على مزرعة والدي. شاهد محمود في المزرعة أشجار الزيتون والليمون والتوت، فقال لجود: والدك نشيط يا جود، يعتني بمزرعته كثيرا. فقال له جود: هذا صحيح يا محمود، ويحب تربية المواشي أيضا. وقبل أن يغادر محمود المزرعة أهداه جود سلة مليئة بالليمون. كلمات تبدأ بحرف الواو: و، وجه. و، وجه. و، ورود. و، ورود. و، وسادة. و، وسادة. كلمات في وسطها حرف الواو: كتكوت. كتكوت. حوت. حوت. كوب. كوب. كلمات تنتهي بحرف الواو: يحبو. يحبو. جرو. جرو. دلو. دلو. العب معنا الآن. أي كلمة تبدأ بحرف الواو؟ ورود. أحسنت. أي كلمة في وسطها حرف الواو؟ كتكوت. جيد. أي كلمة تنتهي بحرف الواو؟ جرو. ممتاز. حروف المد: آ، أو، إي. آ، أو، إي. هيا معا: آ، أو، إي. لنضع حرف الواو مع حروف المد: و، و، وي. و، و، وي. أحسنتم. كيفية كتابة حرف الواو: نكتب حرف الواو بالطريقة التالية: دائرة ثم خط منحني. دائرة ثم خط منحني. أحسنت. هيا نحاول مرة ثانية: دائرة ثم خط منحني. دائرة ثم خط منحني. جيد.